أول شيء احنا كمؤسسة للاس المالي محاربة داء السرطان في المغرب نشكر مؤسسة الشيخ حمدان على تكريم المؤسسة. فالمؤسسة تعمل منذ 10 سنوات تقريبا، 10 سنوات. المؤسسة الأساس للمؤسسة هي الوقاية والعلاج من مرض السرطان، خاصة المرضى المعوزين في المغرب. ففي المغرب تقريبا 40,000 حالة جديدة، وكاين تقريبا 200,000 حالة سرطان كل سنة للمواطنين اللي يعيشوا بالسرطان. فالمؤسسة الأساس ديالها هي أولا البنايات ديال المستشفيات على الصعيد الوطني، حملات تحسيسية، حملات كشف مبكر بالنسبة لسرطان الثدي وعنق الرحم. وهاد 10 سنوات الحمد لله تمكننا باش الأغلبية ديال المواطنين وخاصة المرضى المعوزين يتوصلوا بالعلاج ويتوصلوا بإمكانيات الكشف المبكر على الصعيد الوطني كله. هاد الجائزة اللي المؤسسة هاد السنة هي اللي توصلت بها هو شرف بالنسبة للمؤسسة، شرف لنا احنا كعاملين في المؤسسة وتحت إشراف سمو الأميرة لالا سلمى، وشرف للبلد ديالنا اللي تبين المجهودات اللي تقوموا بها الأطباء والممرضين اللي يعملوا في هذا القطاع خاصة. وباش يمكن لي نسالي هو تنشكر سمو الشيخ حمدان على تكريم المؤسسة. هاد الجائزة يمكن لها تكون واحد، يمكن لها تعطي واحد نموذج للمؤسسات أخرين باش يمكن لهم يعملوا أكثر وأكثر، باش يمكن حتى هما ينجحوا كيف نجحت المؤسسة لالا سلمى في العالم الوطني. وهذه توعد دفعنا باش نعملوا أكثر بالنسبة للمواطن المغربي وخاصة المواطن المغربي المصاب بداء السرطان. وشكراً.